حكم تأخير صلاة العصر ساعة بعد الأذان في العمل في الشتاء، يعني تصح صلاة العصر ما لم تغرب الشمس، لكن إذا لم يكن هناك عذر تكره كراهية شديدة، لأن النبي نظر إلى رجل انتظر إلى أن كادت الشمس أن تغرب ثم قال، ثم قام فصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فناقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا.